السلام عليكم ورحمة الله. وزارة التربية تحدد يوم الأحد المصادف 17 أيلول المقبل موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي بفروعها كافة. طبعا هذا الجدول، وزارة التربية حددت يوم الأحد امتحانات الصف السادس الإعدادي 17/9 تربية الإسلامية، 2/18 عربي، 3 يوم 19 إنجليزي، والخميس أحياء، والسبت رياضيات، والاثنين كيمياء، والأربعاء فيزياء، والخميس فرنسي. هذا بالنسبة للأحياء. والتطبيقي هي تاء والأدبي والفنون الجميلة عيني. فالمهم وزارة التربية حددت امتحانات السادس الإعدادي يوم 17/9 الدور الثاني بكافة فروعها الأحيائي والتطبيقي والأدبي، وهذا الجدول.